طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المثال الثاني لمحاضرة اليوم، المحاضرة الثانية في العمل لبرنامج سوليد ووركس. القطعة الثانية اللي راح نرسمها هي اللي موصوفة هنا على هذه الرسمة. راح نشتغل دائما وأبدا 3D، وبعدين في المحاضرات القادمة راح نمر كيف نرسم هذه الرسمة كده بالمساقط. لو نلاحظ أن هذه الرسمة لازم ندرس قبل ما نرسم أي قطعة ميكانيكية، لازم ندرس من أي جهة ممكن نرسم هذه القطعة. طبعا هذه القطعة ما هي بالسهلة، لو تلاحظون عليها ما هي سهلة يعني صراحة، خاصة للمبتدئين. فخلينا نشوف. ابتداء عندنا الثلاث مساقط معطى، تمام؟ لاحظوا جيدا القطعة وش الأشكال اللي عليها. يلا نلاحظ أنه هذه القطعة عليها العديد من الأشكال زي ما شايفين هنا، تمام؟ فأفضل شيء إيش؟ إيش أي أفضل مكان نبدأ منه الرسمة ثم نرتفع بالمادة، أوكي؟ وقد نحتاج أنه نحذف مادة مثلا الثقوب هذه كلها. فهل الأفضل أنه نبدأ من القاعدة ثم نرتفع؟ هل الأفضل نبدأ من الخلفية هذه نعملها بوس وبعدين نروح كده على اليسار؟ هل الأفضل نبدأ من الويب هذا الوسط ثم ننطلق؟ إيش الأفضل؟ لو قلنا إنه الأفضل نبدأ من القاعدة البيس، الخلفية هذه اللي واقفة معنا هنا، الخلفية هذه الأفضل نبدأ بها. طيب من يقول إنه نبدأ برسمة الويب هذه، هذه القطعة اللي وسط، هذا المثلث اللي وسط، ثم بعد ذلك ننطلق على رسمة القاعدة والخلفية؟ أنا رأيي الشخصي هنا أنه، خلينا نكبرها شوية، طبعا نحن نحكي على رسمة ثلاثي الأبعاد. أنا رأيي الشخصي أنه الأفضل أنه نرسم هذه القطعة انطلاقا من هذا الشكل المثلث. ليش؟ لأنك لو رسمت القاعدة كيف راح تطلع بشكل المثلث هذا؟ طبعا في اوامر تطلعه لك كذا، لكن ما هي للمبتدئين. ايضا لو بديت في الخلفيه كيف راح تروح شكل المثلث؟ لكن لو رسمت شكل المثلث كذا بتجيك قاعده من تحت ترسم عليها شكل القاعده هذا وتعملها اكستروجن، ايضا على جنب عندك مسطح ترسم عليه شكل الخلفيه وتروح بها اكستروجن. نفتح السوليد ووركس بارت جديد ونختار بلين، واحد من المسطحات نبدأ عليه. خلينا نبدأ مثلا، خلينا نقول الفرونت، ونجيبه مقابل لنا بالفيو اورينتيشن ونعطيها نورمال 2، ويلا نسجل سيف اس ونسميها هذه بارت 2، نسميها بارت 2، تمام. طيب يلا نشوف الأشكال اللي معنا. المساقط الثلاثة طبعا تعطينا فكرة عن المقاسات كلها. خلينا نبدأ بشكل المثلث. المثلث هذا كم مقاساته؟ يلا مين يعطينا؟ هل المقاسات كلها موجودة ولا لا؟ موجودة طبعا. ارتفاع المثلث 40 مليمتر. القاعدة كم؟ طبعا هو مثلث قائم الزاوية. القاعدة كم؟ القاعدة هي 35 ناقص 13. 35 ناقص 13 يعني كم؟ 22. ممتاز، 22 بيصير 22 في 40. نرجع هنا نرسم مثلث، نروح سكتش ونرسم مثلث، وأفضل شيء ننطلق من هنا من الأوريجين. يلا طيب، نعطيه مقاس سمارت دايمنشن. قلنا انه القاعدة كم؟ 22 ملم. طيب الارتفاع كم؟ نجيب الارتفاع من هنا، نعطيه مقاس كم؟ 40. اوكي،
ثم نربط مع بعض عشان نكمل المثلث. انتهينا من رسمة المثلث. طيب كم سمك المثلث؟ نجي في المسقط البلان هنا، المثلث سمكه 10 مليمتر. نجي هنا والأوكي، نفتح الفيتشرز ونعمل اكسترودد بوس. باي ديفولت تجينا 10 مليمتر، نقول له أوكي شكرا، هذا المثلث معنا جاهز. تمام، المسطح هذا اللي تحت قاعدة راح نرسم عليه إيش؟ القاعدة، قاعدة القطعة. والمسطح هذا راح نرسم عليه إيش؟ راح نطلع منه الخلفية. يلا نبدأ بالقاعدة تحت. قبل لا نرسم راح نجيبها كيف؟ راح نجيبها نورمال 2. تمام، راح نجيبها نورمال 2 ونعطي إيش؟ ونعمل تسجيل، نسيف، نحفظ. طبعا الشكل متناظر معنا بالنسبة للقاعدة. أوكي، يلا نرسم القاعدة. كيف شكلها القاعدة؟ خلي بداية نبدأ بشكل مستطيل مثلا. طبعا الخيارات عندك عديدة، نبدأ مثلا بشكل مستطيل. لازم طبعا لازم نفتح سكتش على هنا. هنا مثلا ما تقدر ترسم شيء إلا على مسطح. طيب نرسم رسمة ريكتانجل بالكورنر، ريكتانجل كده مستطيل ايا كان. طبعا هو المفروض يكون الطول اكبر من العرض. خلينا نشوف المقاسات. طول المستطيل 72 وعرض المستطيل كم؟ عرض المستطيل 35. يلا عرض المستطيل اللي هو من هنا 35 وطوله كم قلنا؟ 72. اوكي طيب المثلث هذا يجي ايش؟ تجي حافة المثلث هنا مماسة لآخر المستطيل، فخلي نقول انه هذه وهذه. طبعا لازم نشيل الدايمنشن ونعمل سيلكت، نعمل سيلكت لهذه مع كنترول هذه يفتح معنا. وش فيهم؟ هذا بيجوا ايش؟ بيجوا ايكوال. بيجوا كولينير، كولينير. نقول اوكي. تمام؟ طيب باقي معنا ايش؟ المسافات. المسافات حتى هذا المثلث يجي وسط معنا. ال 72 هذه على 2 تجي 36. 36 شيل منها 5 تبع نص المثلث، نص قاعدة المثلث، بصير 31. بمعنى نفعل الدايمنشن من هنا إلى هنا تجي معنا 31. أوكي، صار معنا في الوسط. تمام؟ طيب خلينا نرجع، نبغى نعمل الأشكال هذه. شايف الشكل هذا الفلت من هنا ومن هنا بقطر نص قطر 12. تمام، نيجي نعمل فلت سكتش فلت. تمام، سكتش فلت انتيتي تو فلت. نبغى هذه وهذه نعمل لها فلت بنص قطر 12، نقول لها اوكي. تمام، ونفس الكلام شايفين الفلت هنا سكتش فلت، هذه وهذه 12 اوريدي. اوكي ونقفل. تمام، ايضا خلي نسيف قبل كل شيء. ايضا معانا الثقوب هذه على السريع، الثقوب هذه بقطر 12، نفس المركز هي والفلت. نيجي نفتح دائرة على مركز الفلت، دائرة هنا على مركز الفلت، نروح نعطيها مقاسات. القطر هنا 12 والقطر هنا 12 انتر. اوكي طيب، هل في شكل ثاني نحتاجه هنا بالنسبة للقاعدة؟ ما نحتاج شيء. سمكها كم القاعدة؟ يلا نشوف 10 مليمتر. نجي نعطيها سيف ونروح على فيتشرز، ونروح على فيتشرز نعطيها 10 مليمتر. ها
شايفينها؟ نعطي اوكي. تمام، خلي نشوف الايزومتريك تبعها. ها هنا باقي معنا الا الخلفية، الخلفية اللي راح نرسمها هنا. اوكي طيب، نعمل سيف. كيف راح نرسم الخلفية؟ الشكل معانا هنا على الاليفيشن، على الاليفيشن بنرجع على هنا نعمل تحديد هنا ونعطيها نورمال 2، نورمال 2 ونبدأ الرسم. طبعا يمديك تشتغل على هذه، اما تشتغل على هذه وتروح الناحية الثانية، او تشتغل على هذه وتطلع بها برا. اوكي خلي نشتغل هنا افضل، نعطيها نورمال 2 ونرسم، نبدأ نرسم الأشكال. أول شكل معانا هو الدائرة الكبيرة والصغيرة بقطر 15، قطر 30 وقطر 12، والمركز يبعد 60. نجيب طبعا على الوسط لازم يكون، نجيب سكتش دائرة. أوكي هذه دائرة بقطر 12، اوكي والمركز يبعد على هنا، خلينا نشوف، لا على تحت، المركز يبعد على هنا كم قلنا؟ قلنا 60، يبعد 60. اوكي طيب، ايضا لازم تجي في الوسط، فنعطيها من هنا الى هنا نص اللي هي 5، نص العشرة اللي هي 5، خلاص well defined. بنضيف عليها، خلينا نسجل، بنضيف عليها نص الدائرة الثانية اللي هو نص قطره 15. نيجي نرسم دائرة كاملة concentric. اوكي نعطيها مقاس القطر 30. تمام، ثم بعد ذلك راح نرسم الخطوط اللي نازلة تحت هذه، راح نجيب خط مماس للدائرة من النقطة هذه ونهبط لها، ننزل به كده إلى حد هنا مثلا. وخط ثاني أوكي. طيب الخطوط هذه كم طولها؟ الخط هذا المستقيم طوله كم؟ طبعا فيه الفيلت هذا 15، بيصير كم؟ بيصير الست، بيصير الستين هذه ناقص العشرة ناقص الخمستاش، بيجي لنا طول الخط، يعني ناقص 25، 60 ناقص 25 تيجي 35، طول الخط هذا 35، طول الخط هذا نفسه 35، ممتاز. طيب وبعدين؟ وبعدين راح نقطع الزائد من الدائرة هذه. ما نحتاجها، بترم. اوكي نروح نسيف ونعمل ايش؟ راح نعمل فيلت، لكن المشكلة هنا فيلت هذا مع هذا ما ينفع. ليش؟ لانك اساسا تحت ما عندك خط. طيب ايش الحل؟ الحل كالآتي، راح ننزل الفيلت هذا ونروح به كده، يعني راح نرسم خط على طول القطعة، وبعدين راح نعمل ايش؟ راح نعمل اكستند تحت تريم في اكستند انتيتيز، هذه اكستند مطولة وهذه اكستند مطولها، ثم بعد ذلك نيجي على فيلت هذه مع هذه كم؟ 12 صح؟ أو 15، خلينا نشوف، لا 15، نرجع هذه قطر، ليش؟ هذه 15، أيوة، وبعدين فلت من هنا بنفس الطريقة، لحظة واحدة بس، طيب احنا رسمنا خط هنا، نيجي نعمل فلت
نعم بقيمة 15. اوكي طيب، وبعدين راح لازم نرسم خط هنا ونعطيها فيليت قيمة 15. اوكي طيب ممتاز. فيه الخطوط الزايدة هذه الناحية بترم الأخير من هنا والأخير من هنا، لكن عشان نقفل وبعدين نروح نعمل اكستروجن نربط هذا كله بخط، نعطيها اوكي. تمام شايفين هذه راح نعمل له اكستروجن الى وراء. بسمك كم؟ بسمك 13 ملم. نيجي هنا نقول له فيتشرز اكسترود بوس بقيمة 13 ملم، نقول له اوكي. اوكي تمام، تقريبا خلصت القطعة. ممتاز، باقي ايش؟ في شكل ورا هنا لو ملاحظ، خلينا نسيب. اوكي في شكل ورا هنا فراغ، شايفين الفراغ هذا؟ على طول 40 سمك 5 من تحت وعمق 5، كيف راح نسويه؟ تمام على طول القطعة، شايفين على طول القطعة من هنا. طيب ايش الحل؟ شغلة بسيطة، نجي نفتح سكتش هنا، نفتح سكتش هنا، يلا نجيبها لا نجيبها نورمال 2. طيب ونرسم عليها ايش؟ نرسم عليها من هنا 5 مليمتر، من هنا نبغاها 40، من هنا 5، من هنا 5. المقاسات، أو بالأحرى في طريقة أيسر، خلينا نشيل هذا، في طريقة ديليت. الطريقة الأيسر هو بمستطيل، نجيب مستطيل هنا أوكي، ونعطيها من هنا إلى هنا 5 مليمتر، ومن هنا إلى هنا 5 مليمتر، وهذا لازم يكون أكثر من 5 عشان الفراغ، خليها 6 مليمتر مثلا، وهذه 40 مليمتر. ممتاز، هلا راح نشيل المادة على عرض القطعة، على طول القطعة كلها، نروح فيتشرز اكسترودد كات، اكسترودد كات، وراح نخليها ايش؟ ثرو اول، راح نشيل المادة من هنا على كله، اكسترودد كات راح نشيل المادة على كله، نعطيها اوكي. تمام خلينا نشوف الايزومتريك، سيف. هذه القطعة تبعنا خلصناها. اوكي تصميم ثلاثي الابعاد للقطعة خلصناه، نعمل سيف، نحفظ الملف،